وخدنا مفتاح صوت ازاي نعمله على المدرج الموسيقي، وخدنا ممكن بيتكون من ايه المدرج الموسيقي، وخدنا حاجه اسمها اسماء الخطوط. طبعا ده بالاضافه للحاجات المقطوعات العزف اللي احنا بنقول عليها، اللي انا نفسي تبعتوا لي فيديو وانتم شغالين بتعزفوا عليها، تبعتوا لي حتى لو بتعزفوا غلط بس ابعتوا لي عشان اصلح معاكم ده. تعالوا بقى نشتغل الحاجات الجديده بتاعتنا ونراجع على الجزء القديم بتاعنا. طيب احنا المره اللي فاتت خدنا حاجه اسمها المدرج الموسيقي، المدرج الموسيقي، وقلنا المدرج الموسيقي ده بيتكون من ايه؟ ها مين عارف؟ ايوه بيتكون من خمس ايه؟ خطوط، خمس خطوط اهو، واربع مسافات. بيتكون من خمس خطوط واربع مسافات. طيب الخطوط بتاعتي دي من عندها من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ اكيد طبعا من تحت لفوق، يعني ده هيبقى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، دي الخطوط، وطبعا دي المسافة بتاعتي دي مسافة ثالثة الرابعة. طيب هو ده كده على بعضه اسمه المدرج الموسيقي، تمام؟ ده كده على بعضه اسمه المدرج الموسيقي. طيب قلنا في حاجة اسمها مفتاح، مفتاح صوت. مفتاح صوت ده بيبقى في بدايه المدرج الموسيقي وبيتكتب عشان بيتحدد على اساسه النغمات اللي هتتكتب في المدرج، زي باب الشقه كده قلنا لما بنيجي نفتح باب الشقه لازم نفتحه بالمفتاح، هو ده بالظبط نفس الفكره. طيب بنعمله ازاي؟ اهو خط، اهو الخط الثاني نطلع حرف، الخط الثالث اهو شايفين؟ كانها حرف السي. اهو استنى هنقفل اللون ثاني عشان تبقى عارفين. نطلع لحد الخط الثالث اهو حرف السي، وننزل نقفل الدايره لحد الخط الاول بالظبط، ما ينفعش انزل تحت الخط الاول، شايفين الشكل ده؟ وبعدين لازم الف اللفه دي كده بالظبط، اهو بلف اللفه دي لحد فوق الخط الخامس بشويه، لازم اللفه دي تيجي، وبعد كده بعمل لفه صغنونه كده اهو كانها عمليه، وبنزل عند النقطه بتاعتي اللي انا عملتها. هو ده مفتاح صوت. عايز بقى كله يعمله، بس لازم نعمله على المدرج الموسيقي. طب لو انا مش عندي كراسه موسيقي اعمل ايه؟ اجيب اي ورقه عاديه واعمل فيها الخمس خطوط بتوعي واعمله صح عليه. طيب دي حاجه. خدنا المره اللي فاتت برضه حاجه اسمها اسماء خطوط المدرج الموسيقي. تمام؟ طبعا احنا قلنا ان الخطوط دي ليها اسماء والمسافات ليها اسماء، خدنا المره اللي فاتت الخطوط والنهارده هناخد برضه المسافات، بس تعالى نراجع على الخطوط. طيب ادي اول خط، ثاني خط، ثالث خط، رابع خط، خامس خط. ها مي، ها سول، ايوه سي، ري، فا. يبقى اسماء الخطوط ايه؟ مي صول سي ري فا، مي صول سي ري فا. طيب اوكي تعالوا بقى ناخد النهارده اسماء مسافات المدرج الموسيقي. طيب المسافات بتاعتي دي أول مسافة، هي طبعا هي بالنسبة لي دي أول مسافة، أهي أدي أول مسافة، تاني مسافة أهي، صح كده؟ لازم لما أجي أعمل مسافة، المسافة ما بين الخط الأول والخط التاني أهو، ودي تالت مسافة، ودي رابع مسافة. طيب يا مستر خالد أسماء المسافات إيه بقى؟ يلا تعالوا نعرف أسماء المسافات. أول مسافة اسمها فا، فا يعني مسافة لا دو مي، فا لا دو مي، أول مسافة اسمها فا. تا
تاني مسافة اسمها طب، تالت مسافة اسمها تو، رابع مسافة اسمها مي، فا لا دو مي، فا لا دو مي، مي سول ساري فا، مي سول ساري فا اسمها خطوط، فا لا دو مي اسماء المسافات. لازم تحفظوا كويس قوي قوي قوي، لان ده اللي هيخلينا بعد كده نعرف نقرا نوتة، ده اللي هيخلينا بعد كده نعرف نجيب اي مقطوعه ونعزفها قدام الطلبه. ده بالنسبه للمدرج الموسيقي. خدنا تكوينه بيتكون من خمس خطوط اربع مسافات. ده التكوين بتاع المدرج الموسيقي. وقلنا مفتاح صول خط تاني، نطلع من السيركل لحد الخط الثالث، وننزل نلبس الخط الاول ونطلع نلف فوق لحد فوق الخط الخامس بشويه، ونلف وننزل نعمل تقاطع مع النقطه اللي احنا عملناها في الخط الثاني. ده مفتاح صوت واسماء الخطوط واسماء المسافات تتحفظ كويس. طيب هناخد ايه تاني النهارده؟ اقول لكم هناخد ايه؟ كله يحفظ ده كويس. ده حاجه اسمها المدرج الموسيقي. طب فاكرين حاجه اسمها الايقاعات بتاعتي؟ مش قلنا الموسيقى بتتكون من نغمات وايقاع؟ صح؟ طيب احنا الموسيقى عندنا بتتكون من نغمات وايقاعات، دي الموسيقى. تمام؟ تتكون من نغمات وايقاعات. نغمات بقى زي ايه؟ زي دو ري ومي والكلام ده كله، اوكي؟ طب الايقاعات هو ده اللي احنا بنقوله دلوقتي. اول ايقاع عندي ايقاع اسمه روند وشكله كده. هو شبه السيركل. شبه الشكل بالظبط. اسمه روند. اسمه ايه؟ روند. اسمه روند. اسمه روند. طيب الروند ده بيبقى فيه كام عدة؟ أربع عدات. بيبقى فيه كام عدة؟ أربعة. بيبقى فيه كام عدة؟ أربعة. طب بنعدهم ازاي؟ أهو مش هو سيركل؟ نعد كده 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. ده موضوع الروند. طيب الروند ده قال لك ايه؟ طب انا هفضل طول عمري بقى انا اللي موجود بس، فجي حد قال لك لا يا روند احنا هنغير بقى الموضوع ده، لازم نعمل حاجه جديده. عملوا حاجه اسمها البلانش. عملوا حاجه اسمها ايه؟ البلانش. جاب الروند ده قسموه نصين وسموه بلانش، بقى عامل كده سيركل وطلعها عصايه. طيب البلانش في كم عدة؟ في اثنين. البلانش الواحد في كم عدة؟ في اثنين. يبقى البلانش في كم عدة؟ اثنين. وبنعد ازاي؟ بلانشي بلانشي بلانشي. يبقى الروند هنعد ازاي؟ روند اثنين ثلاثة أربعة. بلانش بلانشي بلانشي بلانشي. في اثنين. طيب جه واحد بقى قال لك ايه؟ قال لك طب احنا هنفضل بقى كل حاجه روند وبلانش روند وبلانش، لازم بقى نعمل فكره جديده. فجه قال لك طب البلانش ده برضه هناخده نقسمه نصين. زي كده لما يكون عندنا مثلا ايه جنيه عايزين نفكه، بنفكه ازاي؟ نص ونص. النص جنيه عايزين نفكه هيبقى ربع وربع. نفس الكلام عملوا حاجه اسمها، يبقى احنا عندنا الروند بلانش نوار. نوار نوار ده بالفرنسي تقريبا يعني اسود. اوكي؟ طيب شكله ايه؟ اهو اسود، يعني دايره مقفوله سودا كده اهي زي دي كده، وطالع لها عصايه. اهي نفس الشكل بتاع الروند، بس الروند نفس الشكل بتاع البلانش سوري، بس البلانش ايه؟ من جوه ابيض، لان هو بلانش يعني ابيض اصلا. والنوار يعني اسود. طب في كام عدة؟ عدة كام عدة؟ عدة واحدة. يبقى الروند أربع عدات، البلانش عدتين، النوار عدة واحدة. النوار برضه ساعات بيبقى ليه اسم تاني اسمه تا، عشان أما نيجي ناخد بقى اللي فاكر معايا التا والتا دي هيعرف بقى إن هو برضه ليه اسم تاني اسمه تا. طيب
حد هيجي يسالني يا مستر خالد الايقاعات دي احنا هنعمل بيها ايه؟ الايقاعات دي اما نحفظها صح قوي مع النغمات هنقدر نعزف مقطوعه، يبقى المقطوعه قدامي فيها النغمات والايقاعات اقدر اما اجي اعزفها بالبيانو خلاص انا بعرف اقراها. وكمان هعمل لكم تمارين فيها روم وفيها بلانش وفيها نوار وفيها بتاع والطات يعني بناخدهم ونبقى نعملهم زي ما قلنا كنا بنسقفهم ونعزفهم على الدرامز. انا عايز دلوقتي اللي انا طالبه منكم نراجع على المقطوعات بتاعت العزف بتاعتنا اللي هي توينكل واي لاف يو وتبعتوا لي فيديو بيها. اوكي؟ طيب تاني حاجه خدنا المدرج وانتم بتحفظوه، انا عايز بقى تبقوا عاملينه لو محدش عنده سكتش ميوزك يرسم الخمس خطوط والاربع مسافات ويعمل لي مفتاح صوت ويصوره ويبعته لي. ولو يعرف يكتب لي اسماء الخطوط واسماء المسافات يبقى شطور قوي. وطبعا نحفظ ان الروم شبه السيركل في اربع عداد. البلانش نص اهو سيركل وفيها عصايه وفيها عدتين، والنوار اسود وطالع له عصايه وفيها عده واحده. ده مهم جدا ولازم نذاكره كويس. وكل سنه وانتم طيبين حبايبي ورمضان كريم عليكم يا رب.